وإن ليس للإنسان إلا ما سعى. الآية دي لو ركزنا في معناها، معناها عظيم جدا، وكأن ربنا بيقول لك على قد سعيك وتعبك ومجهودك أنا هكافئك. مش مهم النتيجة، مش مهم نجحت أو فشلت، لأن ربنا هنا ذكر إيه؟ ذكر السعي. اسعى لكن النتيجة دي مش بتاعتك، مش مسؤوليتك خالص، لأن ربنا عارف هو بيرتب أمورك إزاي. وخليك عارف إن السعي هيعمل حاجتين. أول حاجة يا ربنا هيكافئك، ده نتيجة سعيك وتعبك ومجهودك. تاني حاجة ربنا هيشوف إن مش هو ده الطريق الصح، مش هو ده الطريق اللي ينفع تكمل فيه، فربنا هيبعدك عنه، فوقتها سعيك هيبقى في الطريق الغلط، فممكن ربنا يفتح لك طريق تاني ويكون ده هو العوض، العوض عن سعيك ومجهودك. وخليك دايما عندك يقين في المنع والعطاء. ربنا بيمنع لحكمة وبيأخر لحكمة تانية. ربنا بيدبر دايما أمورك لصالحك. في الوقت اللي انت شايف الطريق ده صح، ربنا بيكون ليه رؤية تانية، فسيب ربنا بيختار لك حياتك. ودايما خلي عندك يقين ان ربنا هيعمل الصح. اهم حاجة انك تسعى، ما تبطلش سعي، لان في الوقت اللي انت ممكن تتوقف فيه عن السعي تكون هي دي لحظة الوصول، فاوعى تحرم نفسك من لحظة الوصول.